موضوع الامتحان في الرؤى، ورؤية من الرؤى اللي جات للناس المتابعين اللي هم بيكونوا معايا، يعني يكون عندهم القلق من النتيجة. وكانت في أم اتصلت العام الماضي بيا، وبنتها شافت في انفجارات وكانت بتجري هي وأصحابها، ولقت انفجارات كتيرة بتحصل في البلد، فأصحابها راحوا اتجاه وكله بقى يجري في اتجاه، وهي رجعت لبيتها القديم. فللأسف كانت المنام ده كان مقلق جدا جدا، وهي يعني كانت عمالة تقول لي الانفجارات دي مش رؤية عامة، طب هي رجعت لبيتها القديم ده كده مش أمن وأمان ليها. طبعا أنا مرضتش أفسرها وقلت لها لا تستعيذوا من الرؤية وإن شاء الله ربنا يرفع شر ما فيها واحتويها، وأيا كانت النتيجة إيه احتويها. فالمهم للأسف الشديد البنت فعلا اتظلمت في النتيجة بتاعتها، وللأسف الشديد كانت رسبت في الامتحان. طيب بعد كده هي نفس السيدة شافت رؤية طيبة، ربنا يا رب يعطيها خيرها، اللهم أمين. هو بيجي في الوقت ده لو الأحلام بتكثر قوي 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 عند الطلبة الثانوية العامة وأهاليهم. فشافت إن بنتها أطول منها، وشافت إن بنتها بتقرأ قرآن وماشية معاها في ملكوت الله كده، وماشية بتقرأ قرآن وجاية أطول منها، وهي في الواقع أقصر من الأم. فطبعا دي كانت بشارة طيبة ان البنت مستقبلها هيكون كويس جدا، بس بالتحصين بالتحصين. ففي رؤى بتبشر الرأي لكن بتحذر في نفس الوقت. طيب بنتك ملتزمة؟ قالت لا. طيب احنا دلوقتي لو ما التزمناش البنت برضو حظها مش هيبقى تمام. فبدأت فعلا البنت بدأت تلتزم، وان شاء الله ان شاء الله تجيب لنا النتيجة بتاعتها تكون موفقة بإذن الله تعالى. فعندنا الامتحانات بتبقى فيها قلق شوية، وخصوصا وقت النتيجة، وأوقات بتكون فيها عقل باطن، أوقات فيها عقل باطن لأننا بنكون خايفين مرعوبين عندنا قلق شديد جدا من النتيجة. وفي أوقات بتكون بشريات إن في ناس مثلا بتكون بتعدي مية، بتشرب مية، في حاجات كتيرة جدا، مية طيبة، المهم تكون مية نظيفة، وبتنط مثلا من مكان لمكان. فدي كلها بتبقى تغييرات وانتقالات للرائي، وان هو بيدخل في مرحلة جديدة من حياته. ولو صاحب اشخاص جداد في حياته بتبقى مرحلة تعليمية جديدة في حياته. لو اخد كمية ورد بتبقى جاية من مباركة للرائي او الرائية، ان شاء الله ربنا بيرزقه بالنجاح والتوفيق. احنا معانا اتصالات، معلش موقفها من اول الحلقة، ونقول الو السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك استاذة مريم؟ اهلا بيكي، بحبك قوي حبيبة قلبي، حبك الله الذي أحببتني فيه، ربنا يسعدك يا رب. لو سمحتي عندي حلمين. يلا خير إن شاء الله. ماما حلمت إن أنا جوه فؤاد لابسة بدلة رقص وموجودة في أوضة مع ابن عمتي وأخته. موجودة مع ابن عمتك وأخته؟ في أوضة.